علق الأمير السعودي سلطان بن خالد آل سعود على لقطات فيديو استعرضها مؤخرا التحالف العربي، وقال إنها تؤكد تورط الحزب اللبناني باليمن، واتهم حكومة لبنان بتوفير غطاء لهذا الحزب. وعلى حسابه في تويتر أعاد الأمير سلطان بن خالد نشر موقع من لقطات الفيديو معلقا: ما كشف عنه العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي من معلومات هامة تدع تلك الدول والمنظمات التي طالبت بعدم تحرير ميناء الحديدة بذريعة المدنيين في موقف محرج، لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الخونة وتهريب السلاح الذي يستخدم للفتك بالمدنيين في السعودية واليمن، فأين هم الآن؟ بالتأكيد لن تسمع لهم صوتا. وأضاف الأمير السعودي: مشاركة عناصر حزب أبو عمامة في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم، لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها، فإن كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج فيجب عليها اعتقال وتوقيف عناصره. في النهاية الحوثة ما هم إلا خدم ينفذون أجندة إيران بدون أي بعد وطني أو قيم. واستعرض المتحدث باسم التحالف العربي لقطات فيديو خلال مؤتمر صحفي قال إنها تؤكد تورط الحزب اللبناني باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المدنيين بالسعودية. ونشرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة على موقعها في تويتر مقطع الفيديو الذي يشير إلى تورط حزب أبو عمامة باليمن بحسب قول المتحدث باسم التحالف. وأضاف الناطق باسم التحالف العربي العامي تركي المالكي في بيان اليوم: الحزب سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج، تنظيم الحزب نشر الدمار في المنطقة والعالم. وأضاف الناطق بأن اعتداءات الحزب امتدت من لبنان إلى سوريا فاليمن والسعودية، محملا الحزب اللبناني المسؤولية عن الضحايا في السعودية واليمن. في بيان جديد للتحالف العربي مؤخرا قال إنه سيعرض أدلة تؤكد تورط حزب أبو عمامة في الصراع اليمني واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واص. هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع هجمات مكثفة للتحالف العربي استهدفت مطار صنعاء ومواقع قال إنها عسكرية يوجد بها خبراء أجانب، منهم من يتبعون الحزب اللبناني وآخرون إيرانيون، كما يأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان الحكومة اليمنية وتحديدا في 9 ديسمبر مقتل خبير عسكري من تنظيم حزب أبو عمامة اللبناني في معارك بمحافظة مأرب وسط البلاد. وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بمقتل الخبير والقيادي في الجناح العسكري لحزب أبو عمامة اللبناني أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة أمريش بمحافظة مأرب. وأكد الوزير اليمني أن ذلك يعد ضربة موجعة لنظام طهران وميليشياته الطائفية، ومؤشرا جديدا على قيادته العمليات العسكرية بالمحافظة. لم يكن الأول من نوعه إعلان التحالف عن تدخل الحزب اللبناني في الحرب اليمنية، فغالبا ما يكرر اتهاماته للحزب اللبناني بدعمها للانقلابيين وتطوير قدراتهم العسكرية في مواجهة القوات الحكومية وقوات التحالف، إضافة إلى استهدافه مواقع وقيادات من الحزب. وأعلن تحالف دعم الشرعية في 18 نوفمبر الماضي استهداف منشأة سرية تضم خبراء من الحرس الثوري الإيراني والحزب اللبناني على الأراضي اليمنية. وقبلها بأسبوع قالت مصادر عسكرية إن عشرات من ميليشيات الانقلابيين الموالية لإيران لقوا مصرعهم، من بينهم خبير من حزب أبو عمامة اللبناني وثلاثة من كبار قادة الانقلابيين في غارة للتحالف العربي بالجبهات الجنوبية من محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وفي 7 نوفمبر 2021 نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن خبير صواريخ يدعى حسين دياب يتبع الحزب اللبناني لقي مصرعه بأحدى غارات مقاتلات التحالف في مأرب. التحالف بقيادة السعودية ينجح بقتل 243 عنصرا انقلابيا خلال 24 ساعة في مناطق مختلفة باليمن، من بينهم وزير الدفاع الحوثي في غارات جوية دقيقة. وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عملية عسكرية ضد الانقلابيين ردا على استهداف مدينتي جازان ونجران بالمملكة.
وأوضح التحالف في بيان أنه جرى خلال العملية تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة بمحافظة صعدة، كما دمرت قوات التحالف 4 مخازن للصواريخ الباليستية والمسيرات بمحافظة المحويت. وأشار التحالف إلى أن العملية العسكرية الفورية جاءت استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران. من جهتها قالت جماعة الإنقلابيين في بيان بأن غارتين لطيران التحالف استهدفتا موقعا تابعا للمؤسسة العامة للاتصالات في قرية عجامة بضواحي مدينة المحويد. وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم عن سقوط مقذوفين يطلقهما الإنقلابيين من اليمن باتجاه المملكة في منطقتي نجران وجازان جنوب البلاد. قال التلفزيون السعودي الرسمي في ساعة مبكرة من صباح السبت، تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن شن ضربات جوية على أهداف في صنعاء، حيث كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم السبت تفاصيل الضربة الجوية الأخيرة التي شنها في العاصمة صنعاء. وقال التحالف في بيان بثته قناة الإخبارية السعودية، تم تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء. وأضاف التحالف، الضربات تحقق أهدافها والتقييم العمليات للتهديد يتطلب استمرارها، والتحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإنقلابية ضمن الأولويات. ومساء الجمعة نشر التحالف مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء فجر الجمعة. وتبين الصور تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. وأضافت واس أن الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد استهداف التحالف لها قبل يومين. وكان التحالف أعلن في وقت متأخر من ليل الخميس شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، ومن بين تلك الأهداف معسكر دار الرئاسة التي تم استهدافه بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث أشار البيان إلى أن التحالف رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر، وأكد أن القيادات الإنقلابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة. وشدد التحالف على أن هذه الضربات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، منوها إلى أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. ويعلن التحالف بين فترة وأخرى شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء. وفي وقت سابق شن التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف المدنية جنوب السعودية.